السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. طلاب اليوم ان شاء الله عندنا الجزء الثاني مال توصيلات يونت 5 ويونت 6. match the nouns in the box with the verbs، اربط الاسماء في الصندوق مع الافعال. طلاب عندنا هنا اسماء راح نوصلهم ويا الافعال. راسا راح اقرا الحل وترجم. نمبر 1 سكور معناته يسجل، سكور يسجل. شو اختار وياها؟ اختار وياها جول، يسجل هدف. نمبر 2 وين، وين معناته يفوز، وين معناته يفوز. يفوز بشنو طلاب؟ يفوز ميدال، يفوز ميداليه، يفوز ميداليه. نمبر 3 بلاي يلعب، بلاي يلعب تنس، يلعب تنس. نمبر 4 نمبر 4 طلاب ران، ران معناتها يركض ولها معنى ثاني يدير. هنا أنا جاية شنو طلاب؟ ران يركض، يركض وين؟ رئيس بالسباق، رئيس سباق، ران رئيس يركض بالسباق. نمبر 5 دو، دو معناتها يفعل أو يعمل أو يؤدي. شو اختار وياها؟ جمناستكس، يؤدي جمناستكس أو يفعل الجمناستكس، الجمناستيك هي رياضة. نمبر 6 توك شو، توك شو برنامج حواري، توك شو برنامج حواري. نمبر 7 بايك دراجة، ماونتن دراجة جبلية، بايك دراجة ماونتن جبلية. فصار الحل دراجة جبلية. طلاب اذني يا توصيلات مال يا يونت، يونت 5. هسه وين نروح؟ نروح على يونت 7 استاد، يونت العفو يونت 6. يونس 7 طلاب ما بيه توصيلات، اوكي؟ يونس 7 هاي اخير توصيلات بالكتاب. هذا موجود بكتاب النشاط صفحه 75. match verbs with nouns to make phrases، اربط الافعال بالاسماء لتكوين عبارات. نمبر 1 help معناتها يساعد، help يساعد. customers الزبائن، يساعد الزبائن. نمبر 2 put out طلاب، put out معناتها يطفئ يعني يطفي، put out يطفئ. شو يطفئ؟ fires النار، put out يطفئ fires النار. number 3 repair، repair معناتها يصلح، repair يصلح. cars السيارات. number 4 run، هاي هنا قلنا run المعنى الثاني، run طلاب هنا جاية بمعنى يدير، اوكي، وليس بمعنى يركض. ران يدير بزنس، يدير العمل، يدير الأعمال، بزنس يدير العمل. نمبر 7 سيف ينقذ، سيف ينقذ. لايفز الأرواح، ينقذ الأرواح. نمبر 6 تيك يأخذ يستلم. اوردرز فور فود طلبات الطعام، تيك يأخذ يستلم. اوردرز فور فود طلبات الطعام. نمبر 7 take care of يعتني بي، take care of يعتني بي. sick people يعتني بالناس المرضى، يعتني بيا ناس المرضى. طلاب كملنا التوصيلات مال يونت 5 ويونت 6. طلاب راح اخليكم صندوق الوصف توصيلات يونت 1 و 2 و 3، اوكي؟ اذن اذا حفظتوهن عليهن تقريبا 5 درجات بالامتحان الوزاري، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. لهنا نتوقف وإن شاء الله نلتقيكم المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.